عفوا نشرة السادسة من أونلايف، أهلا بكم. وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترأس مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الآثار وجه السيسي بمواصلة تعزيز الجهود لصيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية وإعطائها الاهتمام اللازم في ظل ما تمثله من ثروة قومية لمصر. كما وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير المناطق الأثرية والمتاحف والانتهاء منها في مواعيدها. أجرى وزير الخارجية السماح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره اليوناني نيكوس كودزياس، قدم خلاله الشكر لليونان على استجابتها السريعة لطلب مصر بأن تتولى اليونان رعاية المصالح المصرية في قطر. وقال بيان للخارجية إن شكري أعرب لنظيره اليوناني عن تقديره الكبير للمستوى المتميز للعلاقات المصرية اليونانية وتنسيق رفيع المستوى بينهما على المستوى الثنائي وعلى مستوى المحافل الدولية. كما أشاد شكري بالدعم الذي تقدمه اليونان لمصر في تلك المحافل. رفض مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة السفير عمرو رمضان تقارير بعض الدول الأوروبية والتي انتقدت فيها قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر. وأضاف رمضان في مداخلة هاتفية مع برنامج بين السطور أن ما ذكرته تلك الدول حول القانون عار تماما عن الصحة. أول أمس انتقدوا بالفعل بعض الدول الاتحاد الأوروبي، لم يكن هناك بيانا موحدا مجمعا للاتحاد الأوروبي، ولكن بيانات فردية من بعض دول الاتحاد، زي مين؟ خاصة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكذلك من سويسرا والنرويج، تعرضت بالنقد إلى قانون الجمعيات الأهلية الأخير، ورأت ذلك أن فيه تقييدا على المجتمع المدني في مصر. وأيضا بريطانيا وألمانيا تحدثوا أيضا على ارتباط ذلك بتمويل المنظمات الأهلية لقضايا التمويل الأجنبي التي كانت مثارة في المحاكم المصرية ولا ذلك، وكذلك أيضا موضوع غلق أو حجب بعض المواد. للأسف طبعا ده كلام حقيقة غريب جدا يصدر من دول هي أصلا قامت بحجب للمواقع لديها، وربما أيضا لنفس الغرض اللي مصر حجبت بسببه، وهو المواقع التي تحرض على العنف والتطرف. وفي نفس الوقت لم نقم نحن بشيء يعني لم يقم به آخرون. قال نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إن لمصر ديونا كبيرة في أعناق العرب لدفاعها المستمر عن الأرض، ما يحتم عليها مساعدتها اقتصاديا لتواصل دورها في إرساء الفكر المعتدل كعادتها على مر التاريخ. وأكد علاوي خلال مؤتمر صحفي أنه اتفق خلال زيارته للقاهرة على تأسيس شركات مشتركة مع مصر. أن لمصر ديون في أعناق العرب لدفاعها عن العرب بشكل مستمر وتضحياتها الكبيرة من أجل هذه الأمة العربية والإسلامية، وهذا مما يزيدنا شرفا أن نكون هنا في مصر الحبيبة وفي القاهرة العريقة للتشرف بلقاء هذا الشعب الكريم ولقاء مسؤولين هذا الشعب الكريم، وهذا حبيت أن أدي به. إحنا طبعا الحقيقة مصر في تقديرنا هي تقع في قلب الأمة العربية وهي العمود الفقري لهذه الأمة، وبالتالي إحنا علينا أن نقدم ما بوسعنا لدعم مصر اقتصاديا لكي تتمكن مصر من أداء دور الاعتدال ودور الحكمة التي امتازت به في طول العهود مصر لما يجب أن يقدم إلى الأمة العربية. لهذا من جملة ما اتفقنا عليه أن نعمل باتجاه تأسيس شركات مشتركة مع مصر لتطوير الإمكانيات والاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومنافذها في على العالم في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة جهود تطوير والنهوض بالتعليم في مصر بشقيه الأساسي والجامعي. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي، أكد السيسي على ضرورة العمل على اكتساب خريجي مؤسسات التعليم العالية للحكومية المهارات اللازمة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلا عن تعزيز وتحفيز الابتكار والتطبيقات العملية لدى الطلاب، بحيث تصبح الجامعات والمعاهد مراكز للفكر والإبداع وقاطرة لتنمية والثقافة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي في تشكيل الوعي لدى الطلاب.
قضائيا قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 31 متهما من أصل 67 إلى فضيلة المفتي في قضية اغتيال النائب العام السابق، كما حددت المحكمة جلسة 22 من يونيو الجاري موعدا للنطق بالحكم في هذه القضية. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمداولة قانونا وعلى المادة رقم 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فيه ونسب إلى كل من المتهمين. قال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة رضا حجازي إن الكنترولات بدأت في وضع رقم السري لكراسات الإجابة في مواد الأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا التي اختبرها الطلاب الخميس الماضي، ليتم تصحيح العينة العشوائية للمواد في جميع الكنترولات. وأضاف رئيس عام الامتحانات أنه تم في حالة ما إذا قررت الوزارة إلغاء أجزاء بأي امتحان وتوزيع درجته على باقي الأسئلة، فإن القرار يتم بشكل علمي بحت، بحيث تحدد عينة العينة العشوائية وعدد الحاصلين على درجات نهائية مدى إمكانية إلغاء أسئلة وتوزيع درجاتها. شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة النقل وشركة جنرال إلكتريك لتطوير 100 جرار بالسكك الحديدية بتعاون بين الوزارة والشركة. وقال المهندس هشام عرفات وزير النقل إن اتفاقية التعاون مع شركة جنرال إلكتريك تصل تكلفتها إلى 272 مليون دولار. وأضاف عرفات أن توقيع الاتفاقية يتضمن عقد صيانة لإحدى 81 جرار لمدة 15 عاما. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام وجه السيسي بأهمية متابعة جهود إصلاح الشركات الخاسرة والعمل على تحويلها إلى شركات رابحة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها وتحديثها ونقل التكنولوجيا المتطورة إليها مع ضخ استثمارات لازمة لذلك وتحقيق الاستفادة من الفوائد التي تحققت خلال الفترة السابقة. كما وجه الرئيس بإعداد برنامج متكامل لتطوير المعالج في مصر والعمل على زيادة رقعة المزروعة في القطن المصري عالي الجودة، فضلا عن بدء أعمال تطوير وتوسيع مصنع إنتاج الألمنيوم بنجع حمادي. شدد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار على ضرورة أن يقوم رجال الشرطة بالعمل على راحة المواطنين وتيسير حركة المرور والتواجد الميداني بالشوارع والاحترام الكامل لحقوق الإنسان. تشديد عبد الغفار جاء خلال جولة مفاجئة قادها بشوارع القاهرة، تفقد خلالها ميدان الشهيد هشام بركات وميدان ركسي وقسم ثاني مدينة نصر. سلم وزير التجارة والصناعة طارق قبيل عقود أراض صناعية للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة في محافظة المنيا. هذا وتفقد قبيل مجموعة من المصانع بالمنطقة الصناعية، فيما قام بزيارة مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية التي تتبع وزارة التجارة والصناعة. هذا وأكد وزير الصناعة والتجارة طارق قبيل أنه سيتم تسليم باقي الأراضي خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن تلك المشاريع ستوفر استثمارات تبلغ قيمتها نحو 880 مليون جنيه وحوالي 4000 فرصة عمل. لأول مرة بمحافظة المنيا يمكن بقى لها فترة كبيرة قوي ما كانش ليها حظ في أنها تاخد أراضي صناعية. سلمنا 72 أرض تسليم نهائي يعني الأرض. الأراضي احنا من عدد الطلبات حوالي 168، الباقي هيخلص في حدود أسبوع أو اتنين. دول هيعملوا حوالي استثمارات في حدود 880 مليون جنيه، هيوفروا في حدود 4000 فرصة عمل مباشرة. الغير مباشرة ممكن بتضرب في 8 ل 9 على حسب نوع الصناعة، كلها في منطقة صناعية للمطهرة. معايا كمان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة بحيث بنساعدهم في التمويل غير الفرص الاستثمارية.
اختتمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صحر النصر زيارتها إلى محافظة بورسعيد بتفقد مصنع سمار للكيماويات. وفي تصريحات خاصة أونلايف على هامش الزيارة، قالت نصر إن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على زيادة الإنتاجية وضخ المزيد من الاستثمارات. المحافظة هنا في مرحلة تحول، هم عايزين يعتمدوا أكتر مش بس على التجارة ولكن على التصنيع و على كل المشاريع الاستثمارية الكبرى في مجالات كتيرة. أهم حاجة أن أنا قعدت مع المستثمرين أسمع إيه المشاكل والتحديات اللي هم بيواجهوها، وإزاي أن إحنا نيسر لهم يعني كل الإجراءات وكل التعاملات عشان يقدروا أن هم يزودوا الإنتاجية، يزودوا الاستثمارات، يحسنوا المنتج. فالحمد لله كانت يعني كان نقاش مميز، كان جلسة يعني نسقها وأدارها سيادة المحافظ. شاهدنا فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه النشرة، تكرموا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى هذه النشرة. دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى وضع آليات لمراقبة أنشطة الدوحة الداعمة للإرهاب. وأضاف قرقاش في حديثه لصحيفة الجارديان أن الهدف من إيجاد آليات المراقبة هو ضمان عدم تمويل الدوحة لأنشطة التطرف وإيواء الإرهابيين وتقديم الدعم للجماعات المتشددة، مشيرا إلى دول الإمارات والسعودية ومصر والبحرين لم تعد تثق في قطر بسبب أعمالها الإرهابية. كشفت تسجيلات بين مستشاري أمير قطر حمد العطية والبحريني حسن سلطان عن حجم التآمر القطري ضد مملكة البحرين. وخلال المكالمة التي نشرتها الداخلية البحرينية، قال العطية إن قطر تدعم قوات درع الجزيرة التي تعمل في البحرين، مبديا استعداد قناة الجزيرة لبث فيديوهات ضد الجيش والشرطة لدعم المعارضة. السلام عليكم يا شيخ. السلام ابو خليفه، شلونك؟ الله يطول عمرك. طيب اكيد نتابع التطورات. اي والله. انا اتكلم وياك ابو خليفه، طلبت مني ان انقل اي شيء بالنسبه الى قوات الامن واعلان حاله الطوارئ. احنا نتوقع سيل من الدماء. احنا ما عندنا مانع نطلع حتى في الجزيره الحين. هاي رسالتنا أن 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 ما يجري اليوم هو بإمضاء خليجي. توصل، بس أنا أبغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك أنا اللي صارت فيها مشاكل وشي، لأن إحنا ما عندنا مانع. كل قرآن خلاص. نعم. ما عاد في حماية للشيعة في البحرين. وهذا صوت ما وصلناه إلى مرجعياتنا في النجف وفي قم وفي لبنان. نعم. يعني خلاص ما في أي غطاء اليوم. لا سياسي ولا غيره اللي قاعد يصير. بس انا شيخ نعم انا بس ابي منك شوي لحظه لو سمحت. الحين الظهر الحين منتشرين هالبلطجيه ولا الجيش نزل ولا الشرطه؟ لو توضح لي شوي. البلطجيه القوات اللي عندهم سلاح بلباس مدني. أيه. يجوبون القرى. اثنين، الجيش طبعا نازل بعد اعلان القوات. وانا قدامي قاعد اشوف، انا اكلمك من المبنى المقرنة وقدامي قاعد اشوف. وقوات الامن ايضا تمارس كمحور ثالث تمارس نفس الدور. شيخ حسن، من الشخص اللي انا اقدر اخلي حد يتصل فيه وياخذ منه المعلومات؟ لكن لا، حتى للجزيرة ما عندنا مانع. انت يكون باسم ثاني؟ أعطني بس دقيقتين ثلاثة رتب الموضوع أبو خليفة. رد عليه خبر ويتصلون من الآن أعطني دقيقتين ثلاثة وأرد عليه خبر. أوكي، تسلم أبو خليفة. مرحبا. اعترفت وزارة الخارجية القطرية بصحة التسريبات التي سجلت بين مستشاري أمير قطر حمد العطية والبحريني حسن سلطان بشأن التآمر القطري ضد مملكة البحرين. وقالت الخارجية القطرية في بيان لها إن هذه المكالمات تم اقتطاع أجزاء منها، كما تساءلت الخارجية القطرية عن سبب عدم نشر هذه الاتصالات عام 2011.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن موسكو تأمل في عقد اجتماع قريب بين الأطراف المشاركة في المحادثات السورية. وأضاف بوغدانوف أنه يأمل عقد المباحثات في أستانا عاصمة كازاخستان في الرابع والخامس من يوليو المقبل. أعلن الجيش السوري وقف عملياته العسكرية في درعا ضد الجماعات المسلحة لمدة 48 ساعة دعما لجهود المصالحة الوطنية. وأكدت القيادة العامة للجيش أن وقف العمليات القتالية يأتي في إطار حرص الحكومة السورية على تعزيز المصالحات المحلية في مختلف المناطق بتزاوي مع عمليات الجيش المتواصلة للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السورية. من ناحية أخرى، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية بسط سيطرتها على 4 أحياء وتصفية أكثر من 300 إرهابي من تنظيم داعش، وذلك خلال الأيام 10 الأولى لعملية تحرير رقة. هذا وتتواصل المعارك العنيفة على أطراف منطقة البريد وحي البتاني في محيط حي الصوامع. المزيد في هذا التقرير. تقدم ملحوظ تحرزه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش في معقله في مدينة الرقة السورية، وبإعلان المقاتلين الأكراد تحرير حي الصناعة بالكامل في الرقة من قبضة مسلحي داعش، يرتفع عدد الأحياء المحررة في الرقة إلى 4 أحياء. بالصناعة تابعة لمحافظة رقة، قد حررناها البارحة المساء، وقد نتجه باتجاه رقة مساكن شبابي. قد نحن قريبون عليها وتحت سيطرتنا الآن، معنوياتهم تحت صفر، يعني ما بلا اشتباكات ولا شيء، سادة جيب بس يعني بقنابل، يعني مفخخة، بيوت مفخخة وكذا الكلام. عملية تحرير الرقة التي بدأت قبل 10 أيام تسير بوتيرة متسارعة، إذ نتج عنها حتى الآن تصفية 312 مسلحا من التنظيم بالإضافة إلى 3 من القادة. أما عن خسائر قوات سوريا الديمقراطية فقتل منهم 15 مسلحا بالإضافة إلى إصابة 21 آخرين جراء العمليات العسكرية. وإن كان النجاح الذي تحققه قوات سوريا الديمقراطية يوصف بالسريع، فإن تأثيره على حياة السوريين في الرقة لم يتأخر. جرفة الفراه أريد أطلع، ولأنه كل ما يلقطون حدا يذبحونه، البارحية تشتلم كثير عالم من المراقة من هنا، وأريد أطلع بالعربي، أريد بس أسلم على ولدي وزلمتي، زلمتي كبير قلت لك عمره 60 سنة، وأريد أسلم عليهم وأطالعهم. لم يكتفي مسلحو تنظيم داعش بجرعات التشدد التي أذاقوها للمدنيين في الرقة، فخلال تراجعهم وهروب سكان الرقة من قبضتهم عمدوا لإطلاق النار على أي شخص يحاول النجاة. فرقوني عند أهلي، فرقوني عند أخوتي ولا بيتي، روح تحرير مارك العافية، قاعد أمزح معاه أقول أعجبتني إدي شغلة، فرقونا من بيوتنا وبعدنا عن أهلي وأخوتي. ومع اقتراب تخلص المدنيين في الرقة من مسلحي داعش، ما زالت تعلق في أذهانهم الجرائم التي عانوا منها طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، التي لم تخلو أيضا من قصف التحالف الدولي الذي أودى بحياة 300 مدني على الأقل. شاهدين بهذا التقرير نصل لختام هذه النشرة التي لم يتبقى فيها سوى تذكرة بأهم عناوينها. شكري يعرب عن تقدير مصر لاستجابة اليونان برعاية المصالح المصرية في قطر. نائب الرئيس العراقي يعلن الاتفاق مع القاهرة على تأسيس شركات مشتركة مع مصر. جناية القاهرة تحيل أوراق 31 متهما إلى فضيلة المفتي. شاهدين نهاية النشرة، إلى اللقاء.